برشلونة التوالي الأولى، يمكن من بدري، يمكن من بدري، يمكن من بدري، ولكن صلاح، أبو صلاح يخلص ويسدد، ولكن الكرة تصطد، هذا حوار أو خلص، ميسي مرر، ميسي يحاول مرة أخرى، ولكن تدخل مدافع هنا عايق، مرة أخرى برشلونة خذوا هات، يا سلام، يا سلام، الله الله الله. Ushbu rolik homisi 1xbet sport stavkasi sayti. Agar siz futbol yoki boshqa sport o'yinlariga yaxshi tushunsangiz, bu qobiliyatingiz ortidan mo'maygina daromad ishlab olishingiz mumkin. Kommentariyadagi silka orqali o'tib, registratsiyadan o'ting va hozirroq g'alabaga erishing. بيكي ممكن الضربة الركنية عالية اللعبة مرت الرأسية ولكن مباشرة خطيرة جدا الله الله محمد صلاح يتقدم يخلص الكرة محمد صلاح يحاول لم يسجل فيه ثالثة وصلت بهذا الشكل كرات متبادلة ما بين لاعبي فريق ليفربول وكل شيء يحدث في هذه المباراة وسوف يحدث أيضا في هذه المباراة أمامك السقوط على أرضية الملعب وبالتالي الضربة الحرة المباشرة في حوار ما بين فان دايك ذكريات ليست جيدة أكيد يا أخي كثير من قبل اللاعبين الإنجليز كأفضل مدافع في العالم كرة ليفربول لكن يمر عبر الكامبانو يمر عبر أنفيلد المباراة المرتقبة يوم القدام أبو صلاح يمر أبو صلاح خلص ومرر محمد صلاح ولكن المباراة يقول ما في شيء تستمر محاولة ليفربول مشروع تسجيل هدف ولكن الأهداف كانت في البي اس جي لا شك مرمى البي اس جي ممكن الجول الأول مر 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 وتقدم وكسب الملعب وصارت أخطر صارت أخطر وسريعة تمر مرور الكرام محاولة ليفربول الرأسية بهذا قد ميسي ممكن جول ممكن جول ممكن جول التسديدة الله حلوة اللقطة برازيلية خلاص انتهت البرازيلي أليسون استقبلها والبرازيلي كوتينيو هو اللاعب في الكامبانو المرة الأولى ويعمل أن يترك بصمة لكن البصمة قد تأتي الله التسديدة الثاني من كوتينيو مثلا الجول الأول لأن قد يأتي الهدف الأول وقد تأتي أهداف أخرى لكن هني شوف عاد هني راح يتقدم ماتيب راح يتقدم فان دايك اللعبة عالية نعم الرأسية من المدافع ولكن إنجليزي لكن إلا ليفربول يمكن اليوم يسجل هنا مرور ناجح وهذا لاعب ما يلاعب مرر غاية الخطورة المسؤولية الكبيرة على هذين اللاعبين كرة وصلت بهذا الشكل المرور والتسديد قدم جوردي ألبا في الأخير ومرر الكرة جول سواريز نعم يسجل الهدف الأول تقدم جوردي ألبا تحفظ جوردي ألبا تقدم في الأخير جوردي ألبا وبالتالي أتى الهدف الأول من الذين غطوا وصلت مرة أخرى لمصلحة برشلونة الكرة المدفوعة للنقلة الخاطئة مرة أخرى المرور الجميل والكرة وبالتالي أمامك الآن التقدم بهذا الشكل مثل أخذ المكان ألبا لأن محمد صلاح تقدم جوردي ألبا يصنع الثاني جوردي ألبا ولكن الكرة المدفوعة وبعد ذلك ربما يكون إلى خطأ أو الآن يقع الخطأ بالفعل لكي يأتي لاعب يغطي مكانه جوردي ألبا لاعب أساسي ماني يتقدم الآن ولكن لاحظ معي تقدم محمد صلاح تقدم ماني استقرار محمد صلاح في ليفربول أحاديث والله جاية مثلا يقول لك والله هذا اللاعب الأسمراني الجميل الرائع اللي هو ماني ما عاد إذا ضاع وفاز السيتي في المباراتين المتبقيتين شوف اللمسة الجميلة الرائعة كل شيء جميل كل شيء حلو في اللي في فريق برشلونة لا شك هو كوتينيو التسديدة أمامك حاضرة لكنها إلى ضربة مرمى للبرشا هذا ميلنر يسدد ميلنر وقد وصلنا إلى الدقيقة 37 يستلم الكرة يتقدم يصنع لكن ما في خطورة محمد صلاح وحوار آخر مع بطاقة صفراء تظهر على لونغلي ومرة أخرى تمريرة رائعة قوة الدفاع أمامك الآن وبالتالي الكرة المقطوعة إلى خارج أرضية الملعب مع تقدم شوف جوردي ألبا اللي صنع جوردي ألبا مصدر الخطورة اليوم
إذا مثلا لاعبي خط الوسط غاب شافي غني غاب إنيستا، صناعة الأهداف ليفربول، تقدم ومرة أخرى التمرير، الله ضيعها الكبير ميلنر، ويتألق الألماني تير شتيغن في اللقطة الأولى، لمسة جميلة من فاينالدوم، لعبة جميلة خطيرة في نفس الوقت، ربما تأتي التسديدة لكن تأتي التمرير، ليفربول أفضل، ليفربول أخطر، ليفربول ومانيه مرر لكن تبدأ من جديد، محمد صلاح يسدد، الله 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 الله، ضاعت ضاعت بلمح البصر، يسدد محمد صلاح، يتألق اليوم تير شتيغن، الألماني يتألق، والألماني المدرب يتابع ولاحظ التسديدة الأرضية، لعبة الضربة الركنية اصطدت ووصلت إلى أين؟ إلى خارج أرضية الملعب، ليفربول أخطر، المباشرة حدثت في الشوط الأول تتكرر في الشوط الثاني، اللعبة الرأسية هجمة، أبو صلاح يتقدم، أبو صلاح يمرر بهذا الشكل لكن الكرة مقطوعة كالعادة، أبو صلاح يتقدم، الله ما اكتملت بالشستينها جميلة، تعمل ميسي يقود المحاولة، الأهم ميسي، سميدو، هذه رغبة المدرب، سميدو تقدم، سميدو مر لكن مر الكرة، ميسي يتقدم يقود محاولة، الله 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 الله، وصلت إلى فيدال، التمريرة تضيع على برشلونة في أول ردة فعل، واحد لاحظ معي وصلنا للدقيقة 63، ردة الفعل الأولى أتت من برشلونة بهذه اللقطة، وأيضا ميسي مكنية، من يأتي بالخبر السار مثلا السعيد، لأنه وقع 4 أهداف بكرة في غاية الخطورة، الله 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 الله، قلت لكم يا الانجليز، قلت لكم يا ليفربول، قلت لكم اذا سيطرتوا ما سجلتوا راح يسجلون فيكم، قلت لك يا اليسون، قلت لك يا صلاح، 99 والنظرات الى ميسي، الله انه ميسي، فاستمتع يا مشاهد، إنه ساحر، فاستمتع يا مشاهد، عزيزي مشاهد قنوات بي إن سبورت، قدم جوردي ألبا في الأخير ومرر الكرة، جول جول، الويش سواريز، نعم يسجل الهدف الأول، تقدم جوردي ألبا، تحفظ جوردي ألبا، تقدم في الأخير جوردي ألبا، وبالتالي أتى الهدف الأول من 4 أهداف بكرة في غاية الخطورة، الله 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 الله، قلت لكم يا الإنجليز، قلت لكم يا ليفربول، قلت لكم إذا سيطرتوا ما سجلتوا راح يسجلون فيكم، قلت لك يا أليسون، قلت لك يا صلاح، 99 والنظرات إلى ميسي، الله إنه ميسي، فاستمتع يا مشاهد، إنه ساحر، فاستمتع يا مشاهد، عزيزي مشاهد قنوات بي إن سبورت، في